السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة العسل، طريقة صنع العسل في المنزل. هي طريقة معروفة، أنا بغيت نشارككم الوصفة تاعي اللي نعتمدها في الحلويات تاعي، وكاين بزاف وصفات لصنع العسل. هذه تجيني سهلة، شوفوا كيفاش تجي. تتحكموا نتوما في اللون، هذا اللون غامق على هذا اللون، وتتحكموا في القوام تاعها، وتقعد لكم. انا هي عندي واحد العسل قريب سنه وما تسكرتش، ما ولدش سكر، بصح ما استعملتهاش، ما عسلت بها والو، وما فيهاش مقادير بزاف. نروحوا للمقادير تاعها. هنا عندنا اول حاجه، عندنا كيلو سكر. كي تكون عندكم كميه كبيره ضاعفوا المقادير. وعندي زوج مغارف كبار عصير الليمون، هذا الليمون يعطينا القوام باش ما توليش مسكره، يخليها تقعد كيما هي هكا، ما تتسكرش، ما توليش سكر. وعدنا كاسمه، هادو هما المقادير. ونطيبوها في طاجين يكون ثقيل شويه. نروحو دوك الطريقه. هنا في الطاجين يكون ثقيل، انا هذا الطاجين دائما مخلياته كي تكون عندي كميه صغيره تاع السكر. نحطو السكر، كيلو سكر تاعنا، ونزيدو فوقه كاس تاع ماء، ونزيدو فوقه زوج مغارف كبار عصير الليمون، قلت لكم باش ما تتسكرش، ما توليش مسكره. نصفوها باش هاد الحبيبات تاع العصير يقعدوا في الصفايا. خلطوها شويه هكا بالمعروف، غير قد ما السكر يتخلط مع الماء والعصير، ونغطوها ونخلوها حوالي 20 دقيقة حتى 25 دقيقة. دوك نشوف انا شغلي تقعد لي ونقول لكم. ونغطيها، انا نبغي نغطيها بغطاء شفاف باش نشوفها، نشوف اللون تاعها. نغطيها غير بهذا الطبسي ونخليها. هنا بغيت نوريكم النار، نسيت ما قلت لكمش، شوفوا هنا على نار متوسطة، وهنا نقلع الغطاء. هنا مازال، هنا نقدو نراقبو اللون، كي يوصل اللون البني نطفو عليه النار، من بعد نوريكم كيفاش يكون. هنا شوفوا كيفاش ولات لي، هنا دوك نطفي للنار. هنا نتوما تتحكموا في اللون، اذا بغيتوها بنيه بزاف خلوها، واذا بغيتوها تكون لون فاتح ما تخلوهاش توصل لدرجه البني الغامق بهذا الشكل هكا. نستنى هاد شويه تهود هاد الرغوه باش تشوفوا هكا. انا هنا صاياني باغيه هذا اللون، وصلت للون اللي باغيته، ما داتليش حتى 15 دقيقه، اقل من 15 دقيقه ولات لي بهذا الشكل. درك مباشره نكب عليها كاس ونص تاع الماء، هي من الاحسن ديروه سخون، واذا خفتوا يطير عليكم داك الفقاعات تاع السكر هذا اللي قريب ما يولي كراميل، ما راهش كراميل، لونه ولا بني. نصبوه مباشره بهذا الشكل، ونعاود نشعلو للنار تاعنا. هنا عليها قلت لكم ديروا الماء سخون، هكا نعاود نشعلو النار تاعنا، يغلي غليه ونطفوه. هنا راني ضفت له كاس ونص تاع الماء، نخليه يغلي غليه ولا زوج ونطفي له، خاطر درت الماء بارد. نتوما الا درتو الماء سخون خلوها اقل من دقيقه، غير تخلطوا هكا قد ما يندمج الماء مع العسل ونطفوه. هنا بعد ما طفيت لها النار، شوفوا كيفاش جات، تكون خفيفه في الاول ومن بعد تولي ثقيله بهذا الشكل. انا بغيت هذا اللون بني غامق، هنا تولي ثقيله، وهذه اللون تاعها فاتح،
تجي شويه خفيفه على هذه. حنا نتحكمو في اللون ونتحكمو في القوام، نزيدو وننقصو الماء، ولكن ضروري ما تنسوش ديروا الليم باش ما تتسكر لكمش. وفي الاخير راكم شفتوا ضفنا كاس ونص تاع الماء، اذا بغيتوها ثقيله بزاف نقصوا شويه من الماء. وتجي بنينه، والذوق تاع الليمون يعطيها مذاق شباب، ما يجيش باين بزاف بصح يعطيها مذاق شباب. وان شاء الله تجربوها وتستعملوها في الحلويات تاعكم. وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.